طارق، أنا عاوز الموضوع ده يخلص في أسرع وقت ممكن. حاضر فندم، تحت أمرك. ادخل. بعد إذنك يا فندم، في واحد بره بيسأل على حضرتك اسمه مصطفى البحيري. خليه يخش. اهلا اهلا يا حاج مصطفى. اهلا سياده الاخ. يا حاج مصطفى منور. لو سمحت انت ما تتكلمش معايا خالص. حاج مصطفى انا عارف انك متضايق، بس صدقني ال 12 ده ملوش اي علاقه بينا. انت لمحت لي بالموضوع دوت لما جيت المعرض وقلت لك موضوع البودره ده اتقفل من زمان خلاص. ما حدش قال حاجه ثانيه غير كده. لا اتقال. اتقال في الجرايد اكتر ما اي اب يقدر يستحمل على ابنه. ده كلام جرايد يا حاج مصطفى؟ لا يا سعاده الباشا، الكلام كله خارج من مكتب طارق باشا. الاتحادات كلها منشوره بالبنط العريض في الجرايد. لا ما حصلش الكلام ده. لا حصل. ولما تتبلى على ابني بالكلام الفاضي دوت يبقى حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. على فكره بقى، انا ابني ادم راجل قوي وما عندوش مشاكل يا اخي مع مراته ولا مع اي حد. طيب لو سمحت يا طارق سيبنا شويه. باذن حضرتك. اتفضل اتفضل يا حاج. يعني ادم مدمن وعنده مشكله جنسيه؟ ده اللي في التحقيقات. لكن في هنا خلل لازم نقف عنده. ده علاقته ايه بسعيد اللي مات؟ هنا الخلل ايه من وجهه نظرك يا استاذ نبيل؟ لما واحد شاب زي الورد كده زي سعيد بيروح وبدون اي ذنب. زي ما اساتذتنا علمونا بالظبط، ان تحديد المشكله هو اول خطوه لحلها. احنا هنا قدام واحد مخطوف اللي هو ادم، والمجرم بيهدد بقتله. يبقى المفروض نجري ورا الجاني، معايا حضرتك؟ بالظبط كده. المشكله هنا بقى اننا سيبنا الجاني وبنجري ورا المجني عليه. ايه ذنب سعيد انه يعرف ادم؟ وانك تطارده وتهدده وتتسبب في موته بالشكل ده، مع انه هو مجني عليه وضحيه برضه. يعني افهم من كلام حضرتك ان انت بتحمل جهات التحقيق دلوقتي مسؤوليه اللي حصل؟ لا انا بحلل الموضوع، انا مش شغلتي اوجه اتهامات لحد. لكن دور الاعلام اللي زيي واللي زي حضرتك انه يكون زي اللمبه الحمراء، يقول يا جماعه هنا في غلط. اعتقد يا استاذ نبيل الامور كده بقت واضحه بالنسبه لكل المشاهدين، وطبعا باكد على كلام حضرتك خاصه فيما يتعلق بالجزئيه اللي هي خاصه بدور الاعلام. مفيش اسهل من الاثاره، لكن الصعوبه دايما واحد فني ادم يعيش ازاي بعد فضحته طلع شمام ويا عيني ضعيف جنسيا. كل الكلام ده ولا يفرق مع ادم؟ ادم مش هيعيش اصلا، محدش هيلحقه. هي الحكومه مش عارفه تحافظ على حياتها، تحافظ على حياته.